أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة السعودية، نستهلها بالعناوين. وزارة الطاقة تعلن استمرار الخفض الطوعي للمملكة بمليون برميل يوميا من بداية نوفمبر إلى نهاية ديسمبر 2023. برعاية خادم الحرمين الشريفين انطلاق أعمال القمة الاستراتيجية للبريد. قطاع التعليم يستعرض اليوم في المؤتمر الصحفي الحكومي أبرز المستجدات. وتشاهدون في نشرتنا أيضا، جامعة نايف العربية تنظم ملتقى استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني في الرياض. أهلا بكم. أكدت وزارة الطاقة استمرار المملكة في الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ في يوليو ليكون إنتاج المملكة في نوفمبر وديسمبر المقبلين ما يقارب من 9 ملايين برميل يوميا. وأكدت وزارة الطاقة أن قرار الخفض الطوعي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها. ولإلقاء الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد الصبان، المستشار النفطي الدولي. أهلا بك دكتور. بداية، يعني هذا الخفض الطوعي الذي تبذله المملكة هو احترازيا لبقاء يعني أوبك بلس في مسارها الطبيعي دون التأثير على الأسواق. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. حياك الله. واقع فعلا هذا القرار احترازي، المملكة سبق وأن أعلنت عنه في السابق في الفترة الماضية، والآن تمدد، هي مددت الفترة الماضية إلى نهاية ديسمبر، والآن تؤكد بأن هذا التمديد سيستمر إلى نهاية ديسمبر القادم، وفي ظل المراجعة الدورية لأسواق النفط واستمرار تذبذب أسعار النفط في الفترة الحالية. نعم، يعني دكتور محمد، يعني هذا الخفض الطوعي للمملكة هو مستمر، يعني إلى أي مدى هذا، يعني استمرارية هذا الخفض الطوعي إلى أن يساهم في استقرار السوق؟ لا شك أن المملكة تبذل جهدا كبيرا في تحقيق هذا الاستقرار المتوقع والتوازن المرتقب لأسواق النفط، هي تستهدف هذا التوازن، ولذلك هي تراقب الأسعار بحذر وبصورة علمية بعيدا عن أي تأثيرات سياسية سواء بجانب المنتجين الآخرين أو المستهلكين. ونجحت نجاحا كبيرا في الواقع، هذا القرار أثبت جدواه في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق، وفي ظل التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الأمريكي والتقلبات المختلفة التي يعيشها الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية، ولذلك كان لابد للمملكة من أن تمدد هذا التخفيض لفترة قادمة حتى تستقر الأسواق. ونرى أن اللجنة الوزارية لأوبك التي اجتمعت بعد قرار وزارة الطاقة السعودية بالتمديد قررت أيضا الإبقاء على كل التخفيضات الإلزامية التي اتخذتها في الفترة الماضية، تأكيدا لصحة قرار المملكة بأن هذه الإجراءات احترازية. وأيضا قررت أن الاجتماع يكون كل شهرين بدلا من كل شهر للجنة الوزارية لمراقبة الأسواق، وبالتالي الاجتماع القادم سيكون يوم 26 نوفمبر القادم، وهذا ظهر للتو من قبل اجتماع اللجنة الوزارية لأوبك. إذن كل الشكر والتقدير الدكتور محمد الصبان، المستشار النفطي الدولي، شكرا لك دكتور. أكد وزير النقل صالح الجاسر أن مستهدفات استراتيجية النقل ستحول المملكة إلى منصة لوجستية عالمية. فيما يتعلق باستراتيجية النقل
والوطنية في واللوجستيات المتعلقة بهذا القطاع، بحيث تكون المملكة العربية السعودية مركزا للخدمات اللوجستية في النقل. ومن خلال هذه الاستراتيجية فإن المملكة العربية السعودية من خلال استراتيجيتها قد مضت في هذه الخطوة إلى الأمام، وقد عملت على تطوير العديد من الأهداف استنادا لرؤية 2030. وقال وزير النقل صالح الجاسر إن المملكة تسعى لتكون ضمن أفضل 10 دول في الخدمات اللوجستية. ورؤية صاحب السمو ولي العهد محمد بن سلمان، صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن هذا النقل، قطاع النقل والخدمات الاستراتيجية سوف يمضي وسوف يكون في مستوى كبير. ولذلك فإن بلادنا تخطط بأن تكون من بين أفضل 10 دول فيما يتعلق بقطاع اللوجستيات وفي قطاع البريد. يواصل المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي أعماله لليوم الرابع وسط حضور دولي وبمشاركة أكثر من 190 دولة حول العالم. ويسعى المؤتمر إلى تعزيز الترابط في قطاع البريد والبحث عن فرص النمو في مختلف المجالات. يعقد اليوم الأربعاء المؤتمر الصحفي الحكومي بمشاركة وزير التعليم الذي يستعرض أبرز المستجدات في قطاع التعليم، كما يجيب على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر. وسيتم نقل المؤتمر عبر القنوات السعودية على الهواء مباشرة. وللحديث أكثر ينضم إلينا من الرياض مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الله القرني. عبد الله أهلا بك في هذه النشرة. عبد الله، يعني مزيد من التفاصيل عن انعقاد هذا المؤتمر الصحفي الحكومي بمشاركة وزير التعليم. أهلا بك وأهلا بمشاهدي أخبار السعودية. بكل تأكيد الكثير ينتظر هذا المؤتمر الأول لوزير التعليم يوسف البنياب، بكل تأكيد هذا المؤتمر الأول الذي ينتظره الكثير من الطلاب، أكثر من 6 مليون طالب وطالبة في المملكة العربية السعودية، أكثر من 500 ألف معلم ومعلم وإدارية وإداري في قطاع التعليم في السعودية. هناك أيضا بكون هذا هو المؤتمر الأول لوزير التعليم، بكل تأكيد الجميع ينتظر، من المتوقع أن يكون هناك الحديث عن أمور تتعلق بالإدارة والهيكلة وإدارات التعليم. من المتوقع أن يكون هناك أيضا رؤية جديدة فيما يخص ما يرسمه وزير التعليم يوسف البنيان. هناك أيضا في خلال هذا المؤتمر في البداية سيبدأ الساعة الرابعة، سيطرح فيه وزير التعليم كل ما لديه من رؤى وأيضا أفكار ومخطط لها لوزارة التعليم بشكل كبير وبشفافية واضحة من خلال هذا المؤتمر الذي يحضره أيضا نخبة الكثير من الإعلاميين السعوديين من مختلف الجهات الإعلامية في المملكة لطرح الأسئلة بعد نهاية المؤتمر مباشرة. بكل تأكيد نحن بانتظار دقائق معدودة حتى الساعة الرابعة وانطلاق هذا المؤتمر، وأيضا سنكون معكم أولا بأول بنقل مباشر، والكثير سينتظر هذا المؤتمر وما سيطرحه الوزير، وأيضا ما سيتم نقاشه مع الصحفيين المتواجدين في هذا المؤتمر، وخصوصا لأن هذا المؤتمر منذ انعقاده من القيادة الرشيدة الذي مكن أيضا للإعلاميين باللقاء مباشرة وبالناس اللقاء مباشرة مع الوزراء في الجهات الحكومية المختلفة وطرح الأسئلة بكل شفافية عالية. ننتظركم في تمام إن شاء الله الساعة الرابعة، وسنزودكم إن شاء الله بالمزيد من التفاصيل بإذن الله. إذن كل الشكر والتقدير لمراسل الأخبار السعودية من المؤتمر الصحفي الحكومي، شكرا لك.
بالشراكة مع وزارة التعليم أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية مسابقة راوي الدرعية في نسختها الثانية، وذلك بمشاركة طلاب وطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية من مختلف مناطق المملكة. هذا وتستمر المسابقة لمدة 5 أشهر، حيث سيتم في نهايتها تقديم 12 جائزة للفائزين، وذلك بهدف تشجيع المشاركين بتقديم محتوى إثرائي للتوعية بالثقافة والتراث السعودي. وتستضيف جامعة الإمام عبد الرحمن ابن فيصل في الخبر غدا الخميس اجتماع عمداء القبول والتسجيل بدول الخليج، وذلك لمناقشة آلية القبول في الجامعات الخليجية من خلال عدد من الجلسات الحوارية والندوات المكثفة بمشاركة مختصين وأكاديميين للخروج بتوصيات ونتائج ملموسة. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة جمعية السكر السعودية الخيرية عبد العزيز الحميدي وأعضاء الجمعية، حيث استمع سموه إلى شرح عن جهود الجمعية في تطوير مستوى الخدمة المقدمة للمرضى المصابين بداء السكري وتقديم التوعية. اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران على تقرير مفصل عن الاستعدادات التنظيمية لإقامة مزاد نجران الأول للإبل والفعاليات المصاحبة للمزاد، والذي يستمر لمدة 10 أيام اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة. جاء ذلك خلال لقائه المشرف العام على مزاد نجران الأول للإبل هادي بن شويل، وشدد سمو أمير منطقة نجران على منظمي المزاد والقائمين عليه بعمل كل ما يلزم لإنجاح ليكون وجهة حضارية واقتصادية للمنطقة انطلاقا من الرؤية الشاملة للمملكة 2030. هذا وتستمر منافسات سباق الهجن في نسختها الثالثة من كأس الاتحاد السعودي للهجن 2023، وذلك على أرض ميدان نجران. للمزيد التحقوا بنا من هناك مراسل أخبار السعودية الزميل علي زينان. علي، بداية أهلا بك. علي، ضعنا في صورة أوسع عن هذه المنافسات، منافسات سباق الهجن في نسختها الثالثة من كأس الاتحاد السعودي للهجن. نعم زميلي عبد الرحمن، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. من هنا من ميدان سباق الهجن في نجران، حيث تابعنا اليوم وبشغف سواء من الجمهور أو اللجان المشكلة من الاتحاد السعودي للهجن هذه المنافسة الجميلة التي امتدت على مدى 4 أيام، تختتم غدا في يومها الخامس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران نيابة عن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران. طبعا اليوم تابعنا يعني بكثير من الفخر هذا المهرجان يعني التراثي الشعبي الذي يحبه وينتمي إليه كل أبناء الجزيرة العربية، والذي شهد تنوعا في هذا التنافس سواء من داخل المملكة أو خارجها. للحديث أكثر وتفصيلات أكثر أتحدث إلى نائب الاتحاد السعودي للهجن محمد البلوي. محمد، مساك الله بالخير، اهلا وسهلا على نشرة الظاهرة في السعودية. يا مرحبا، اهلا وسهلا. نتحدث عن هذا السباق، اولا نشاط ملحوظ للاتحاد السعودي للهجن وخصوصا في ميدان نجران. احنا طبعا هذه النسخة الثالثة في نجران، ونلمس انه في زيادة في عدد المشاركين. السنة هذه في عندنا تقريبا يزيد عن 3500 مطية مشاركة من 8 دول، وصارت وجهة بالنسبة للهجن بعد مهرجان ولي العهد نجران. أنا أشوف الإقبال كبير، والنوعية السنة هذه مختلفة كمان. الهجن المشاركة من الهجن القوية، ولاحظنا على أيام السباقات اللي مرت خلال الـ4 أيام السابقة، وإن شاء الله بكرة يتوجون إن شاء الله في سن الحيل وزمول وشواط الماراثون والراكب البشري، وحيكون نرحب بسمو الأمير تركي بن هذلول حضوره وتكريم السابقين إن شاء الله في المهرجان، ونقول
الناس اللي ما سبقوا فينا جيران قدامهم ان شاء الله تبوك، وقدامهم ان شاء الله السيح والملك عبد العزيز، ان شاء الله يكونوا مشاركين. تقريبا 118 شوط على مدى 5 أيام، يعني شهدنا فيها كثير من التنافس، وقبل قليل توجتم العديد من الفائزين، يعني كيف رأيت هذا التنافس؟ التنافس كبير زي ما لاحظت، زي ما تكلمت لك انه السنة هذه التنافس اقوى، في وجود مشاركين من 8 دول، وجود هجن مصنفة قوية، مشاركات على مستوى المؤسسات كبيرة. لو جينا نرجع لأول نسخة كانت المشاركات 900 مطية، فالآن تكلم عن 3500 مطية. أهمية مهرجان وكأس الاتحاد الهجن في نجران له أهمية كبيرة عند أهل الهجن، صار لوجود تأهيل كأس العلا، الكل حريص على تأهيل عبر كأس نجران. أستاذ محمد البلوي وأنت نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن، شكرا لك. شكرا وشرفنا حضوركم. شكرا. إذن عبد الرحمن، كان هذا هو حديث نائب الاتحاد السعودي للهجن محمد البلوي حول هذه المنافسات التي تستمر وتختتم يوم غد بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير تركي ابن هذلول نيابة عن أمير نجران. أعود بالصوت والصورة إليك. إذن كل الشكر والتقدير لمراسل الأخبار السعودية زميل علي زينان من نجران وضيفه الكريم، شكرا لكما. تفقد صاحب السمو الأمير الجلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران مطار نجران، حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي لشركة تجمع المطارات الثانية المهندس علي مسرحي ومساعد الرئيس التنفيذي الدكتور عيد المطيري، واطلع سموه على سير العمل وتجهيزات المطار لخدمة المسافرين والزوار وانسيابية حركة السير، مستمعا إلى شرح عن المحطة ووسائل السلامة بالمطار. تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بحضور سمو نائب أمير المنطقة تقرير ختامي لمهرجان الشجرة الأسياح للتمور للعام الجاري، وذلك خلال لقائه محافظ الأسياح عبد العزيز الحديثي. وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على المهرجان وما حققه من نجاح كبير، كما استمع سموه إلى شرح موجز عن الجهود المبذلة في المهرجان وما تضمنه من فعاليات وبرامج. افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية حفل إطلاق فعالية جولة مسك في عرعر، حيث تواصل مؤسسة محمد بن سلمان مسك تمكين الطاقات الشبابية والإبداعية في مختلف مناطق المملكة، وذلك من خلال أنشطة الجولة والتي تسعى إلى بناء مجتمع شبابي تفاعلي. واستمع سموه إلى شرح مفصل من نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس عمر بن نجار حول مساراتها ووجهاتها التابعة، وتجول في المعرض المصاحب مطلعا على الأجنحة التعريفية لمسارات مسك، كما تابع المناظرة النهائية لبرنامج صوت الشباب أحد برامج مسار مسك للمجتمع. جولة الحقيقة مسك جولة موفقة جدا، والحمد لله ما نلاحظ الحقيقة من دور كبير تقوم به مسك بقيادة قائد استثنائي سمو ولي العهد حفظه الله بتخطيط والتمكين الشباب بالشكل الذي يليق باسم المملكة العربية السعودية. وما نلاحظ من خلال هذه الجولة الموفقة على مناطق المملكة وجولاتهم الآن على منطقة الحدود الشمالية لها أثر كبير بالشباب ورفع المستوى الوعي والفكر والإدراك والتعلم وتمكين الشباب بكافة قدراته الحقيقة الكبيرة اللي متأصلة في هذا الشعب السعودي وشباب هذا الوطن السعودي. وكرم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الطالبة في المتوسطة الأولى بمحافظة العقيلية ناريس الشمري بمناسبة فوزها بمسابقة المهارات الثقافية في مسار الفنون البصرية التي نظمتها وزارة الثقافة، وهنأ سمو الطالبة ووالديها بمناسبة فوزها مشيرا إلى الدور المهم لهذه المسابقة الثقافية في اكتشاف وتطوير مهارات الطلاب والطالبات في المجالات الثقافية والفنية. شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض حفل سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بالسفارة الألمانية في حي السفارات بالمنطقة.
كما التقى سمو نائب أمير منطقة الرياض مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة سعود الحربي ومسؤولي الفرع، واطلع سموه على عرض حول جهود الهيئة في المنطقة ونقاط تمركز الفرق التابعة للفرع في أوقات الذروة ودورها في تدريب وتطوير الكوادر العاملة في الميدان. كما استمع سموه إلى شرح عن أبرز المستجدات في الشأن التشغيلي ودورها في تقليص زمن الاستجابة وتكثيف نقاط التمركز. ناقش صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف مع وزير الصناعة الأستاذ فهد الجلاجل عبر الاتصال المالي الارتقاء بالخدمات الصحية في المنطقة وتطورات استكمال مستشفى النساء والولادة والأطفال وآخر الخطوات المتخذة والتطورات الفنية والإدارية لمشروع مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الطبية بمدينة سكاكا، وذلك بحضور فريق التخصيص في مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة. رأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي ابن هذلول ابن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران الاجتماع الأول للمحافظين للعام المالي الجاري، وأكد سموه أهمية الدور المناط بالمحافظين في متابعة سير العمل بالمشروعات التنموية المنفذة والجاري تنفيذها بمحافظات ومراكز وقرى المنطقة وفق برامج وآليات الخطط المعدة لها لمواكبة رؤية المملكة 2030. النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل. بشرة معرضة للحبوب وبقع داكنة؟ تخلصي منها. جديد غارنييه فاست كلير غسول مقشر يومي بالفيتامين سي وحمض الساليسيليك يزيل 99.9% من البكتيريا المسببة للحبوب ويقلل البقع الداكنة دون تحسس. جديد غارنييه مجموعة فاست كلير للبشرة المعرضة للحبوب، معتمد عليه من قبل أطباء الجلد. طبيعي من غارنييه. أم أحمد دائما تقدم للأفضل، ليش ما نقدم له أفضل ما في الحليب والعصير؟ مزيج لذيذ من عصير الفاكهة الطبيعية والحليب الطازج. دناو، أفضل ما في الحليب والعصير. الصافي دنان. الفيروس اللي سبب الحزام الناري نايم في أكثر من 90% من اللي أعمارهم فوق 50. تضعف المناعة مع التقدم في العمر وتزيد احتمالية إعادة تنشيط الفيروس. الحزام الناري يظهر في هيئة بثور مؤلمة ممكن تستمر لأسابيع. اصحى، عمرك 50 أو أكثر، استشر طبيبك عن كيفية الوقاية من الحزام الناري. بشرتك معرضة للحبوب؟ لا تترك الحبوب تتحول إلى بقع داكنة. جديد غارنييه سيروم فاست كلير للبشرة المعرضة للحبوب، 4% من الفيتامين سي وحمض الساليسيليك، مثبت سريرياً يخفف الحبوب والبقع الداكنة. جديد غارنييه مجموعة فاست كلير للبشرة المعرضة للحبوب، معتمد عليه من قبل أطباء الجلد. طبيعي من غارنييه. أم أحمد دائماً تقدم للأفضل، ليش ما نقدم له أفضل ما في الحليب والعصير؟ مزيج لذيذ من عصير الفاكهة الطبيعية والحليب الطازج. دناو، أفضل ما في الحليب والعصير. الصافي دنان. بشرة معرضة للحبوب وبقع داكنة؟ تخلصي منها. جديد غارنييه فاست كلير غسول مقشر يومي بالفيتامين سي وحمض الساليسيليك يزيل 99.9% من البكتيريا المسببة للحبوب ويقلل البقع الداكنة دون تحسس. جديد غارنييه مجموعة فاست كلير للبشرة المعرضة للحبوب، معتمد عليه من قبل أطباء الجلد. طبيعي من غارنييه.
أهلا بكم. تختتم اليوم أعمال مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي في نسخته الأولى والمنعقد تحت عنوان المضي قدما معا. الشراكة بين المملكة والبرازيل تأتي تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، والتي تسعى إلى جعل المملكة مركزا عالميا للطيران، كما وقعت المملكة على هامش أعمال المؤتمر والذي استمر لأربعة أيام عددا من الاتفاقيات في مجال خدمات النقل الجوي مع عدد من الدول. أعلن صندوق الاستثمارات العامة أمس عن تأسيس شركة تطوير البلد المطور الرئيس لمنطقة جدة التاريخية. البلد يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة بقيادة سمو ولي العهد لتنمية وتطوير المنطقة التاريخية لمدينة جدة. للمزيد ينضم إلينا مراسل الأخبار السعودية الزميل خالد ربيع. خالد، بداية أهلا بك في هذه النشرة. خالد، تفاصيل أوسع عن هذا التطوير لهذه المنطقة البلد. اسمعني خالد. ارحب فيك عبد الرحمن، وارحب بجميع مشاهدي نشرة الظهيرة وقناة السعودية. نعم، نحن نتواجد الآن على بعد أمتار من منطقة جدة التاريخية، هذه المنطقة الخاضعة للتطوير، والذي أعلن صندوق الاستثمارات العامة ليلة البارحة عن إنشاء شركة تطوير البلد. تأتي هذه الشركة لجعل منطقة جدة التاريخية مركزا اقتصاديا ووجهة ثقافية وتراثية عالمية، تستند على إرث جدة العريق وثقافتها الغنية. طبعا أيضا يأتي هذا المشروع وتأتي هذه الشركة لجعل مدينة جدة وجهة سياحية بحلول عام، وهي من ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. طبعا شركة تطوير البلد سوف تعمل على تحسين البنية التحتية للمنطقة التاريخية والإشراف على ترميم المباني التاريخية في منطقة البلد وتطوير مرافق خدمات ومساحات ترفيهية وسكنية وتجارية وفندقية ومكتبية. طبعا تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو أكثر من 2 مليون متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء الإجمالي قرابة 3 مليون متر مربع، والتي تضم ما يقارب 9300 وحدة سكنية و1800 وحدة فندقية، إضافة إلى نحو مليون متر مربع لمساحات تجارية ومكتبية. الآن تشاهدون على الهواء مباشرة هذه المرافق التي تلاصق بحر الأربعين، وهي ضمن المرافق التي تم تطويرها خلال الفترة الماضية والتي تقع حول منطقة جدة التاريخية وبالتحديد بجوار ميدان البيعة الذي مواجها لمنطقة جدة التاريخية. طبعا المشروع، هناك مشاريع أخرى أعلنت في الفترة الماضية من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومن أهم هذه المشاريع هو عودة البحر إلى منطقة جدة التاريخية، والتي أعلنت عنها وزارة الثقافة في شهر فبراير الماضي لعام 2023. طبعا مدة المشروع كما ذكرت وزارة الثقافة مدتها عامين حتى ويتم تدشين هذا المشروع. طبعا هذا المشروع يقع في هذه المنطقة التي تقع خلفي، وهي عودة البحر إلى مدينة جدة التاريخية وعودة جدة التاريخية لمكانة في السابق. عودة البحر طبعا إلى مدينة جدة التاريخية سوف يكون، يعني هناك ميناء تجاري لهذه المدينة التراثية الجميلة، أيضا سوف يكون هناك مرافق عامة حول كورنيش جدة التاريخية. قبل فترة أيضا عبد الرحمن وسادة المشاهدين، نادى برنامج تنمية لجميع ملاك العقارات في منطقة جدة التاريخية ب يعني تسليم الصكوك والوثائق
لبدء نزع الملكيات في منطقة جدة التاريخية ليتم تطوير هذه المنطقة وإحيائها من جديد لتكون واجهة سياحية، واجهة ثقافية جميلة في مدينة عروس البحر الأحمر. يعني هناك أيضا توافد عدد كبير من السياح في منطقة جدة التاريخية خلال هذه الفترة للاستمتاع بالمباني القديمة وبتراث جدة العريق، وأيضا زيارة العديد من المتاحف والمقاهي التاريخية التي تتواجد الآن في جدة التاريخية. طبعا يأتي مشروع سمو ولي العهد لتطوير هذه المنطقة لإحياء ثقافة جدة، لإحياء هذه المدينة الجميلة، مدينة جدة أو منطقة جدة التاريخية. سوف يكون هناك العديد من الوحدات السكنية داخل هذه المنطقة التاريخية، أيضا سوف يكون هناك العديد من الفنادق والمواقع التجارية والمواقع الترفيهية، وسوف تكون منطقة جدة التاريخية وجهة سياحية ثقافية تراثية تتغنى بها مدينة جدة، أيضا تتغنى بها المملكة بشكل عام. هذا يدل على دور وزارة الثقافة واهتمام وزارة الثقافة بتراث وتاريخ المملكة العربية السعودية، لا سيما أن جدة هي من أحد المواقع التراثية التي تهتم بها وزارة الثقافة، ويأتي هذا الاهتمام بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. إذن كل الشكر والتقدير لمراسل الأخبار السعودية زميل خالد ربيع من جدة. مشاهدين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى المؤتمر الصحفي الحكومي والذي يستعرض أبرز المستجدات في قطاع التعليم. سمو سيدي ولي العهد حفظهم الله على دعمهم المستمر لقطاع التعليم واهتمامهم الدائم والمتواصل بالتعليم ومنسوبيه وأبنائنا الطلبة والطالبات، كما أثني على أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات لحرصهم ومثابرتهم منذ بداية العام الدراسي وحتى الآن، والشكر كذلك لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات على جهودهم ودورهم المتميز خلال العام الدراسي وحرصهم على أداء رسالتهم السامية بمهنية عالية، كما أتوجه بالشكر لأولياء الأمور من الآباء والأمهات على دورهم في تعزيز الشراكة الرئيسية بين الأسرة والمدرسة، والامتنان لهم على ما يقدمونه من جهود مستمرة في نجاح العملية التعليمية. ولا يفوتني كذلك تقديم شكر وزارة التعليم لشركائنا من الجهات الحكومية والخاصة على تعاونهم الدائم لإنجاح خطة منظومة التعليم في المملكة. لقد كانت توجيهات سمو سيدي ولي العهد حفظه الله فيما يخص التعليم واضحة وتحمل رسائل تطويرية للتعليم في المملكة بما تضمنه من أبعاد مستقبلية تركز على المعلم والمنهج والبيئة التعليمية. ونحن في التعليم ومن منطلق المسؤولية الوطنية مستمرون والله الحمد في العمليات التطويرية لجميع هذه الركائز بما ينعكس على المستقبل التعليم في المملكة وعلى الطالب السعودي في مختلف المراحل الدراسية وصولا للجامعة والتهيئة لسوق العمل. وهنا كذلك لا يفوتني من هذا المنطلق ومن هذا الموقع تقديم الشكر لسموه الكريم على استمراره رحلة التطوير الاستثنائية التي تشهدها مملكتنا الغالية بإطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية كأحد المشاريع الطموحة بما يحمله من برامج ومضامين نوعية تخدم مختلف المجالات التنموية في المملكة، ولعل أبرزها الاهتمام بالتنمية الشاملة لمراحل الطفولة ومنح التربية الخاصة أهمية قصوى في برامج تحقيق الرؤية تأكيداً لضمان حقهم في رحلة التعليم. ووقوفاً عند الركيزة الأولى التي تضمنها التوجيه الكريم، يأتي المعلم والمعلمة بما يستحقانه من اهتمام بالغ ودعم وتمكين، حيث تعمل الوزارة على كل ما يعزز دور زملائنا المعلمين والمعلمات سواء من حيث التطوير المهني والدورات المتخصصة أو من خلال جودة البيئة التعليمية الحاضنة والخدمات المقدمة لهم.
وحرصا على اكتمال التطوير كان لابد من تعزيز دور المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ومنحه المزيد من الدعم ليكون رافدا رئيسيا لبرامج تطوير المعلم في أفق على أوفق أحداث التوجهات العالمية. ومن هذا المنطلق نحن نتبنى في وزارة التعليم استحداث صندوق اجتماعي لمنسوبينا وعلى رأسهم المعلمين والمعلمات لاستمرار العلاقة التكاملية بين الوزارة وأبنائها على مختلف مسمياتهم، كما تولي الوزارة اهتماما بعمليات تطوير كادرنا الإداري لتعزيز العمل المؤسسي المستدام. وما دام الحديث عن زملائي المعلمين والمعلمات فأنه لا يفوتني أن أستثمر هذه الفرصة لأهديهم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف غدا الخميس 5 أكتوبر. أقدم لهم بالغ الشكر والتقدير، ولأن شكر المعلم والمعلمة يحرص عليه كل فرد من أفراد المجتمع، لذلك فأننا نهدف أن يكون هذا اليوم يعبر في جميع شرائح المجتمع بكافة أطيافه عن شكرهم وتقديرهم للمعلمين والمعلمات بشكل مباشر في مدارسهم في الأوقات المخصصة للاحتفاء بهذه المناسبة أو عبر أي وسيلة مناسبة لإبراز دور المعلم والمعلمة. وكذلك أدعو الجميع للتفاعل مع هذه المبادرة وجعلها تقليدا سنويا يذكرنا بفضل المعلم والمعلمة ومكانتهم. وثاني هذه الركائز يأتي تطوير المناهج بما يتماشى مع أساليب التعليم الحديثة وفقا لأفضل الممارسات العالمية، ولذا عملت الوزارة على تطوير وبناء مناهج جديدة متخصصة تركز بالإضافة للمعرفة على الجوانب المهارية والسلوكية، ومنها مقررات عن علوم الفضاء والأمن السبراني والذكاء الصناعي وغيرها، والتي بدأ فعليا تدريسها للمرحلة الثانوية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد. ولضمان استمرار العمل على المناهج التعليمية وفق هذا التوجه، تتبنى الوزارة دعم مركز تطوير المناهج ليكون جهة نوعية تخدم التوجهات الوطنية في كافة المجالات العلمية باستراتيجية تتكامل فيها مساهمة القطاعات الأخرى كالثقافة والرياضة والاقتصاد وغيرها. وتعتبر هذه الخطوة مهمة جدا في صناعة وبناء تطوير المناهج الدراسية بإشراك الجهات الأخرى، انطلاقا من أهمية التنوع في المصادر المعرفتية والمعلوماتية. وثالث الركائز هي البيئة التعليمية وتطويرها. نظرا للأعداد المتزايدة التي تسجلها أرقام وإحصاءات التعليم بمختلف مراحله، فوزارة التعليم تقدم خدماتها اليوم لأكثر من 6,500,000 طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام، وأكثر من 1,300,000 طالب وطالبة في التعليم الجامعي من خلال ما يزيد عن 550,000 معلم ومعلمة وأكثر من 70,000 عضو هيئة تدريس في الجامعات، وأكثر من 31 مدرسة حكومية وخاصة و29 جامعة حكومية وأكثر من 38 جامعة وكلية أهلية. ولتهيئة البيئة التعليمية الجاذبة والآمنة للطلاب والطالبات مع زيادة الطاقة الاستيعابية، أنهت الوزارة ولله الحمد استلام أكثر من 70 مبنى ومشروعا تعليميا جديدا، وإعادة تأهيل وصيانة أكثر من 595 مبنى تعليميا في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها قبل بداية العام الدراسي الحالي. وانطلاقا من حرص القيادة الراشدة، يدا الله على إتاحة الفرصة أمام أبناء وبنات المملكة للالتحاق بالجامعات العالمية، عملت الوزارة على فتح باب استقبال طلبات التقديم طوال العام للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لجميع المراحل والتخصصات، إلى جانب إضافة تخصصات نوعية تخدم توجهات رؤية المملكة 2030، علما أن وزارة التعليم تشرف الآن على أكثر من 52,000 مبتعث ومبتعثة في الجامعات العالمية. ونتيجة للدعم المتواصل الذي يحظى به قطاع التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، سجل التعليم السعودي ولله الحمد
نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية، حيث تقدم في 16 مؤشرا من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع التعليم وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، إضافة إلى ارتفاع نتيجة المملكة في دراسة التقدم الدولي في القراءة لعام 2021، وتفعيلاً لتنمية رأس المال البشري وتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، تحسن تصنيف المملكة ولله الحمد في مؤشرات البحث العلمي وترتيب الجامعات السعودية في التصنيفات العالمية الأخيرة. وبالإضافة إلى تحقيق أبناء وبنات المملكة العديد من الجوائز والإنجازات الدولية، سواء طلاب أو معلمين، حيث استطاع أبناء المملكة للحصول على ما مجموعها 1,141 جائزة كبرى وخاصة وميدالية وشهادة تقديرية خلال العام الدراسي الماضي في عدد من المسابقات الدولية. وهنا لا ننسى الدور البارز لشركائنا في مؤسسة موهبة والجهود التي قدموها مع زملائهم في الوزارة للموهوبين وتطويرهم. وسعت الوزارة كذلك لتعزيز دور إدارات التعليم وتوفير الدعم والتمكين لهم بفصل الأعمال التشغيلية والتركيز على أدوارها التعليمية، وذلك من خلال إعادة هيكلتها وربط الإدارات التعليمية في المحافظات بالإدارات العامة للتعليم بالمناطق، ليصل عدد الإدارات المرتبطة مباشرة بالوزارة إلى 16 إدارة تعليمية بعد أن كانت 47 إدارة تعليمية. ولتعزيز التحول الرقمي في الوزارة، يتم العمل على دمج الأنظمة الإلكترونية في بوابة موحدة تتواكب مع التطور التقني الذي تشهده المملكة، وتتيح التواصل بين المعلمين والمعلمات وطلبتهم، بما يخدم العملية التعليمية والإثرائية للطلاب والطالبات. ونعمل على هذا المشروع بالتنسيق مع منظومة التحول الرقمي في الحكومة. وانطلاقاً من أهمية توحيد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم الجامعي وإقرارها، يتم تعزيز دور مجلس شؤون الجامعات كمنظومة إشرافية وتشريعية متميزة لتمكين الجامعات السعودية من تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية والمجتمعية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما تسعى الوزارة لتعزيز التواصل والتكامل بين التعليم العام والتعليم الجامعي والتعليم التقني، والتجسير بين هذه القطاعات التعليمية لتحقيق طموحات ومخرجات التعليم. لذلك يتم دعم التوسع في فرص التدريب التقني والمهني وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال تطوير نموذج عمل الشراكات الاستراتيجية وتفعيلها بين المؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص. كما يتم العمل على زيادة فاعلية شركات كليات التميز في جذب المشغلين الدوليين لنقل الخبرة ودعم وتطوير أبناء وبنات الوطن ومن خريجيها. كما تعمل الوزارة على تعزيز دور القطاع الخاص والأهلي في مراحل التعليم العام والجامعي، وتطوير التشريعات والأنظمة التي تدعم الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب كونه مكملاً للقطاع العام. والآن اسمحوا لي أتشرف باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم. تفضل يا سنك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير، معالي الوزير، أنا أحمد المحمود من قناة سكاي نيوز عربية. سؤالي معالي الوزير حول الفصول التعليمية في العام الدراسي. سؤالي من شقين، الشق الأول تقييمكم أنتم في الوزارة لما مضى من ما تم تطبيقه من الفصول الثلاثة حول إيجابيات وسلبيات ذلك، والشق الآخر من السؤال هل لدى الوزارة نية للعودة للنظام السابق الفصلين دراسيين للعام الدراسي؟ شكراً أخي أحمد على هذا السؤال المهم. طبعاً خلينا نتفق في البداية على أن الحديث الأهم هو عن عدد أيام الدراسة. فإذا نظرنا إلى الموضوع من المعايير الدولية، نجد أن على سبيل المثال دول المجموعة 20
تتراوح أيام الدراسة ما بين 180 و185 يوما، وهي طبعا العدد الأيام المهمة جدا لتطلبها العملية التعليمية السنوية لتنفيذها بالشكل الأمثل. لذلك وزارة التعليم في المملكة حريصة أن تكون الأيام التي قررت لهذا البرامج هي فعلا تؤكد على استثمار كامل الفترة لتدعيم العملية التعليمية، وفي نفس الوقت تفعيل الأنشطة وتعزيز المهارات. أما ما يخص الفصول الثلاثة طبعا هو الآن تحت التقييم والدراسة، ولكن يجب أن نتفق أن الأهمية القصوى في المرحلة التعليمية هو الأهم إيش المحصلة التعليمية المتوافقة مع المعايير الدولية التي نطمح حنا شخصيا، يعني طبعا في وزارة التعليم وطموحات القيادة، أن يكون أبنائنا وبناتنا منافسين فيها بمشيئة الله. فلا زال الموضوع تحت الدراسة والتقييم، ولكن المحصلة التعليمية هي الأساس بالنسبة لنا المتوافقة مع المعايير العالمية، والتي نطمح بمشيئة الله أن يكون أبنائنا وبناتنا منافسين عليها إن شاء الله. شكرا لك. الله يحفظك. تفضل اسمك. مساك الله بالخير معالي الوزير. خلف الخلف من قناة NBC. معالي الوزير، ربما السؤال الذي يشغل المعلمين المعلمات وأسرهم اليوم، النقل الخارجي، النقل هو ربما أكثر سؤال يدور، ما المستجدات حول هذا الموضوع؟ طبعا بالنسبة لنا في ديوان الوزارة هذا الموضوع يعني يأخذ جل اهتمام القيادات في الوزارة، لأن النقل الخارجي المعلمين والمعلمات طبعا الآن يخضع للمراجعة والتطوير، وحنا بالنسبة لنا يعني يهمنا حقيقة الاستقرار الوظيفي والأسري للمعلمين. لكن اللي أقدر أطمن الجميع أن هذا الموضوع تحت الدراسة الآن وآلياته، والأهم من هذا سوف يشرك المعلم والمعلمة في وضع هذه الآليات. وكما لاحظنا يمكن السنة هذه في العام الدراسي الماضي حرصنا على أن يكون إعلان إجراءات النقل الخارجي مبكرا قبل نهاية العام الدراسي، مما منح صراحة الزملاء والزميلات ولله الحمد الوقت الكافي لترتيب احتياجاتهم الشخصية والمهنية. ولكن هذا الموضوع طبعا يأخذ جل اهتمام الوزارة، وبمشيئة الله سوف يشرك المعلم والمعلمة في هذا المجال، وإن شاء الله نصل إلى حركة نقل يعني تخدم المعلم والمعلمة والعملية التعليمية بمشيئة الله. تفضل اسم. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد الحمزة، جريدة الرياض. سؤالين طال عمرك. السؤال الأول بالنسبة للتعليم الخاص، في فترة من الفترات كانت وزارة التعليم يشار لها بالبنان على المستوى الإقليمي والعالمي في الاهتمام بأصحاب الظروف الخاصة. ما هي خطتكم القادمة تجاه أبنائنا المعاقين أو الذين لديهم قصور تعليمي أو قصور صحي في داخل الوزارة؟ السؤال الثاني طال عمرك، بالنسبة للمدارس السعودية في الخارج، ما هو مستقبلها؟ هل سيتم التوسع فيها؟ هل سيتم تقليصها؟ لأنه كأن بدأنا نلاحظ أنه في بعض الدول كأنه بدأت المدارس تقل أو تقفل. شكرا. شكرا. أما ما يخص السؤال الأول، طبعا في الواقع برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يعني أطلق سمو سيدي ولي العهد فيه عنصر رئيس مهم جدا، وهو الاهتمام ب يعني أصحاب الشؤون الخاصة. في هذا الموضوع طبعا المدارس الخاصة ويعني وأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة هو جزء لا يتجزأ من اهتمام برنامج تنمية القدرات البشرية. كذلك في إعادة هيكلة وزارة التعليم يعني أدرجنا في الهيكل جزء وإدارة خاصة معنية بهذا يعني التطوير، لأنه فعلا هناك حاجة إلى تطوير هذا المجال بالشكل يعني اللي يستحقونه. ويمكن أنا ذكرت في عرض حديثي أنها من ضمن اهتمامات البرنامج والوزارة بمشيئة الله. أما ما يخص المدارس الخارجية هي تحت الدراسة الآن، وأنا حريصين على أن يكون كذلك هذه المدارس لا يعني نخسر ما قدمته سواء كان للمملكة أو للمفادين في الخارج. كذلك هو يعني من ضمن اهتماماتنا حتى لتعزيز قد يكون الدور القطاع الخاص في الاستفادة من هذه المدارس إن شاء الله. يعطيك العافية. تفضل. مساء
السلام عليكم. عليكم السلام. محمد الشريف من روتانا اف ام. سؤالي لك معالي الوزير، هناك من ابرز مستجدات وزاره التعليم هو ما يعرف بالتقويم والاعتماد المدرسي، ومن خلال الاهداف التي ترمي له او يرمي له هذا البرنامج، متى يمكن ان تتحقق اهداف هذا البرنامج في ظل عدم تكافؤ الفرص الموجوده الان من خلال مباني مستاجره ومن خلال كثافه طلابيه اصبحت تصل في بعض المباني الى 700 او 800 طالب؟ لو تعيد السؤال اخوي الكريم، التقويم انت في شقين سؤال. والاعتماد المدرسي. نعم. هناك برنامج من قبل صحيح. وزاره التعليم في هذا الجانب، متى يمكن ان تحقق نتائجها؟ وفي ظل عدم تكافؤ الفرص الموجودة مع وجود مباني مستأجرة ومع وجود كثافة طلابية صحيح. تصل من 700 إلى 800 طالب في المبنى. طبعا حنا بالنسبة لنا هذا موضوع مهم جدا، التقويم المدرسي. حنا بالتعاون مع هيئة التقويم والتعليم، لأنه مهم جدا أن يكون هناك تقييم ذاتي وبعدين تقييم خارجي، والهدف منه هو على الوصول إلى معرفة مدى جاهزية هذه المدارس المختلفة في مناطق المملكة واحتياجاتها لعملية التحول. طبعا هذه الخطوة مهمة جدا لتأسيس بنية أساسية وتحتية وخط أساس لوضع المدارس في الوضع الحالي. وأعتقد الآن الحمد لله يعني خلال فقط الشهرين الماضيات أكثر من تقريبا حوالي 21 ألف مدرسة دخلت في هذا التقويم، وهو طبعا تقويم ذاتي وحينتقل إلى التقويم الخارجي مع المؤسسة، ومشيئة الله سوف يعني نخلص إلى احتياجات هذه المدارس، أخذا في الاعتبار بعض المدارس اللي لديها تحديات سواء كان تكدس أو بعض نقص في بعض الدعم التي تحتاجه بمشيئة الله. الرخصة المهنية، الموضوع الذي يشغل كثير من المعلمين والمعلمات، هل هناك ارتباط ما بين الرخصة والعلاوة السنوية؟ طبعا شوف، الرخصة المهنية مهمة جدا لأي عمل مهني، ونحن الآن نعمل مع هيئة التقويم والتعليم والتدريب على دراسة ما تم إنجازه فيما يخص الرخصة المهنية ومعرفة مجالات التطوير. وفي الواقع هنالك يعني عمل مشترك وفريق مشترك، ومن ضمن هذه طبعا الدراسات ما هو تأثيره الحالي والمستقبلي على المعلم والمعلمة بمشيئة الله، ولكن هو من ضمن اهتمامات وزارة التعليم وهيئة التقويم بمشيئة الله. سؤالي الأخير لك معالي الوزير، متى يمكن تطبيق التعليم المدمج اللي يكون يوم حضوري ويوم عن بعد لمحاولة التخفيف من الكثافة الطلابية في المدارس؟ طبعا أنا ذكرت في عرض حديثي أنه التحول الرقمي هو جزء لا يتجزأ من مستقبل التعليم في المملكة، وهنالك طبعا الآن دراسة لدراسة التحول الاستراتيجي، وسوف نسعى بمشيئة الله على معرفة ما هو الاحتياجات المستقبلية ومن ضمنها الدراسة المدمجة ما بين التعليم الحضوري وعن بعد بمشيئة الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم صحيفة السلام. سبق عبد الحكيم شام. معليك يدور حديث طويل عن تخصيص التعليم. في حال الوزارة أقدمت على التخصيص، ما هي أشكال وصور هذا التخصيص؟ في شق ثاني من سؤالك ولا بس خير، بس بالنسبة للاستثمار فضل. برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية في الوزارة، هل سيكون على حساب تقليص التوظيف؟ طبعا خلني أجيب على الشق الثاني. فيما يخص الاستثمار الأمثل، هو طبعا برنامج متميز تم يعني إنشاء في وزارة التعليم، هدفه هو حقيقة يعني تدعيم المعلم والمعلمة بالمهارات لمواد قد تكون جديدة. الآن مع استراتيجية الوزارة سوف يعزز دور المعهد المهني لتطوير المعلمين، وبرنامج الاستثمار الأمثل وتطوير المعلم وتدريبه حيكون جزء تحت منظومة متكاملة، الهدف منها إعادة صياغة ليس التعليم والتطليب اليوم ولكن حتى مستقبلا بمشيئة الله. وسوف يحرص على المعلم الجديد وإعادة تأهيل وتطوير المعلم الحالي، بالإضافة إلى بعض الكوادر المهمة القيادية في قطاع التعليم على سبيل المثال مدير المدرسة. فهذا الموضوع طبعا مهم بالنسبة لنا. أما ما يخص السؤال الأول على موضوع الاستثمار، طبعا الاستثمار والتخصيص هو جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030، والهدف منه في الواقع هو دعم التكامل ما بين القطاع الخاص
والقطاع الحكومي وزيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات المقدمة للقطاعات المختلفة، ووزارة التعليم وقطاع التعليم أحد هذه القطاعات. تفضل يا سامي. السلام عليكم معالي الوزير. عبد الله القري من قناة الإخبارية. لدي سؤالين. السؤال الأول متعلق بالمعلمين والمعلمات، والثاني متعلق بالطلاب وأولياء الأمور. السؤال الأول سأعود في موضوع الرخصة، رخصة المعلم بشكل عام. الجميع يتفق بأنها إلزامية في التعيين الأول، ولكن عملية تدويرها كل 3 سنوات وربطها بالعلاوة السنوية قد يكون هناك إشكالية مثلا في هذه المرحلة، خصوصا لأن بعض إدارات التعليم تلزم بعض المعلمين بتدريس غير مواد تخصصهم طيلة سنوات عديدة. طيب في الشق الثاني من سؤالك. السؤال الثاني طال عمرك متعلق بأولياء الأمور والطلاب. هل هناك تحديث أنظمة جديدة؟ يعني نسمع كثيرا ببعض الحوادث أو للطلاب قد تكون بإهمال أو تقصير من بعض المدارس أو من بعض الجهات. هل سيكون هناك تحديث وأنظمة وشفافية عالية؟ هنا في الرياض مثلا في إدارة تعليم الرياض حادثة منذ شهرين لم تصرح فيها إدارة تعليم الرياض بالرغم من دخول هذا الطفل العناية المركزة لمدة 7 أيام لمكوثه في باص أحدى المدارس 6 ساعات متتالية. فالسؤال المهم طبعا للمعلومية إلى هذه الساعة لم تخرج التحقيقات منذ شهرين. فسؤال مهم، تحديثات وزارة التعليم فيما يخص تنشيط الأنظمة والعقوبات وأيضا حضور الطلاب وربطها مع أولياء الأمور، لأن مثل هذه الحادثة ولي الأمر لم تصله الرسالة بأن ولده لم يتواجد في المدرسة. طيب خلينا نبدأ بالإجابة على السؤال الأهم وهو سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات. طبعا هذا الموضوع مهم جدا، والآن الوزارة حريصة عليه، ويمكن ذكرت حتى من توجيهات سمو سيدي الله يحفظه في 3 ركائز رئيسية: المعلم والمنهج والبيئة التعليمية، ومن ضمن البيئة التعليمية هو سلامة أبنائنا وبناتنا في المدرسة. لذلك الوزارة الآن عملت على تحسين السياسات والأنظمة واللوائح التي تضمن العمل في تحسين البيئة السلامة والأمن والسلامة في المدارس وفي الواقع، وهو يناقش كل يوم أحد في اجتماع القيادات إحصائيات لتعزيز ثقافة أهمية الأمن والسلام. المحور الثاني في هذا المجال وهو المحور التشغيلي. ذكرنا احنا فصل الأعمال التشغيلية من إدارات التعليم والوزارة بحيث تسند إلى جهات متخصصة في إدارة الأمن والسلامة لديها الأنظمة والكفاءة والممكنات لقيادة هذا يعني القطاع المهم جدا لضمان سلامة يعني أبنائنا. فهذا الموضوع مهم جدا وسوف يعني نستمر فيه، وهو يعني ليس هذا واجب علينا نقدمه لحماية أبنائنا وبناتنا إن شاء الله، ليس داخل الفصل ولكن حتى أثناء تنقلاتهم من بيوتهم إلى المدارس. أما ما يخص الشق الآخر فيما يخص الرخصة، الرخصة ذكرنا هي مهمة جدا لأي عمل، وهذا عمل مهني، ولكن نحن كذلك نعرف أن أي مرحلة تتم فيها تطبيق يجب أن يكون لدينا القدرة على أخذ التغذية الراجعة من المستفيدين والعمل على تحسينها وتطويرها، وهذا اللي نعمله الآن حنا مع هيئة التقويم والتدريب بمشيئة الله. تفضل يا سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كاتب رأي بصحيفة مكة. حياك الله معالي الوزير. خليني الرؤية رفعت توقعاتنا ورفعت طموحاتنا أكثر وأكثر، وخليني أبعد عن الأسئلة المعتادة في المبادرات والتحديات. تفضل. استغل وجودك هنا سؤال عام عن التعليم ليس فقط في السعودية. متى يفرح الطفل بالذهاب إلى المدرسة؟ يعني هذا السؤال عاش معنا منذ الطفولة. هل سنصل إلى مرحلة يغضب الطفل عندما تكون الدراسة ملغاة مثلا في يوم الغد؟
والله أولا أنا سعيد أنك تسأل هذا السؤال، لأنه حقيقة هو جل اهتمام القيادة. وسمو سيدي الله يحفظه لما تحدثنا عن تولي ملف التعليم ذكر لي أن الرؤية منهم ولهم، لذلك يجب أن نكون لدينا يعني خطة تحولية لوزارة التعليم تضمن أن يكون التعليم متميز ومنافس عالميا. كذلك لما تحدثنا عن المناهج، نريد أن نتحول من كون المناهج فقط معرفية إلى مهاراتية وكذلك إلى قيمية. هذا حيسعل بمشيئة الله يساعد على تعزيز ورغبة الطالب والطالبة على الذهاب للمدرسة. حنا الآن كذلك تحدثنا عن شراكة استراتيجية مع الثقافة والرياضة وغيرها، للهدف منها تعزيز الأنشطة والمهارات داخل المدارس، مما تعزز مشيئة الله رغبة الطالب أنه فعلا يكون هاوي ومتحمس على الذهاب إلى المدرسة. لما نتكلم عن كذلك تحسين البيئة التعليمية، من جزء من الفصل الأعمال التشغيلية هو في الواقع تحسين كفاءة الإنفاق والجودة العالية، بحيث تكون فعلا المدرسة جاذبة للطالب والطالبة. فأنا أتفق معك يا طول عمر، هذا مهم جدا، ويجب أن تكون النظرة نظرة شمولية من المعلم والمنهج والبيئة التعليمية، وكذلك الشراكة مع القطاعات الاستراتيجية كالثقافة والرياضة وغيرها، لتحفيز الطالب بالمهارات وبالأنشطة داخل الفصل التي تساعدهم مشيئة الله أن كل يوم يروحون يعني متشوقين للذهاب إلى المدرسة إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندر سليس، صحيفة الوئام. معليكم، هنالك فجوة واضحة بين نتائج الثانوية العامة واختبار القدرات والتحصيلي. مثلا طالب يتحصل على معدل 90 في الثانوية، بينما معدله في القدرات أو التحصيلي 60 أو 50. هل هنالك خلل واضح، وما هو دور الوزارة في معالجة هذا الموضوع؟ السؤال الثاني فيما يخص المعلمين والمعلمات وتطويرهم، لماذا لا تزيد الوزارة عدد المقاعد في الابتعاث الخارجي لتطوير المعلمين والتحاقهم بأعرق الجامعات للوصول أو للوقوف على أحدث ما وصلت له الجامعات فيما يخص التعليم؟ شكرا معالي. عفوا، أعتقد بالنسبة للسؤال الأول يمكن احنا تحدثنا على إعادة صياغة المناهج أن تكون طبعا ليس فقط معرفية ولكن مهارتية كذلك، ومن ناحية السلوكيات. وأنا متأكد تغيير هذا في المناهج واستراتيجيتها سوف تعزز بمشيئة الله مخرجات التعليم، بالإضافة للحرص على تطوير المعلم لأنه هو مكمل لهذا الموضوع، وانت ذكرته فيما يخص الاستفادة من الابتعاث. طبعا من ضمن استراتيجية تحول الوزارة الآن تعزيز دور المعهد المهني لتطوير المعلمين، وحيكون فيه برامج تطويرية للمعلمين، ليس البرامج التقليدية يعني بشكل دورات، ولكنها يعني برامج مستمرة لفترة طويلة يتعلم فيها المعلم، سواء كان المنهج الذي سوف يدرسه، كذلك قدرات إدارية، قدرات من ناحية التقنية، المعرفة في التعامل مع الطالب والطالبة. ومتأكد مشيئة الله إذا حسننا المنهج وكذلك المعلم حتكون مخرجات التعليم بمشيئة الله متوافقة مع رؤيتنا إن شاء الله. تفضل اسمك. تفضل. السلام عليكم. عليكم معكم السلام. الإعلامية هنية الدوسري من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، إذاعة جدة. الله يعطيكم العافية على كل ما تقدمونه للتعليم في المملكة العربية السعودية. سؤالي فقط سؤال واحد وبسيط جدا، اللغة الصينية هل ستطبق خلال المناهج في الأعوام القادمة؟ وشكرا لك. شكرا جزيلا. في الواقع طبعا اللغة الصينية من اللغات المهمة جدا الآن، طبعا تبرز دور أهمية التنوع في منظومة التعليم في المملكة السعودية. والآن لله الحمد يعني أنشأت وحدة متخصصة لتطوير استراتيجية التعليم اللغة الصينية في المدارس،
واستفادة كذلك من العملية التقنية لهذا الموضوع، بالإضافة حيكون هناك ابتعاث لمعلمين ومعلمات لتعلم اللغة الصينية لتعزيز هذا التوجه بمشيئة الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلاف الخنيزي مع عرب نيوز. معالي الوزير، عندي لك سؤال. ما هو توجه الوزارة حول قبول في الجامعة وخاصة لقسم البنات بسبب ارتفاع درجاتهم ونسبهم العالي؟ بسبب؟ درجاتهم العالية ونسبهم العالي. طيب، أولا في البداية بالنسبة لل، يمكن هذه فرصة يعني مناسبة للحديث عن دور مجلس شؤون الجامعات ليسعى على تطوير طبعا الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالجامعات لتعزيز استقلاليتها المنضبطة، بالإضافة إلى الاستمرار برفع كفاءة المخرجات طبعا مما توائم مع التطلعات المستقبلية ورؤية المملكة 2030. لذلك طبعا الجامعات في العام الحالي رفعت القبول حقيقة في التخصصات النوعية للكليات الصحية والهندسية وكذلك التطبيقية والتقنية، لأن فعلا تتماشى مع متطلبات السوق. وما أعتقد أن هناك في فصل المهم جدا هو الدرجات والكفاءة، ليس لها علاقة بطالب أو طالبة، أعتقد هذا واضح وصريح. ولكن كذلك ودي حقيقة بما تطرقت للجامعات الآن أني أشكر سمو سيدي ولي العهد الله يحفظه على تشكيل مجلس جامعة الملك سعود ورؤية الواضحة أن تكون الجامعة بمشيئة الله ليس رائدة على المستوى المحلي ولكن كذلك على المستوى العالمي، بالإضافة إلى إطلاقها إلى استراتيجية كاوست والتي إن شاء الله سوف تعزز بمشيئة الله المكانة الريادية للمملكة في البحث والابتكار. تفضل يا سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام. فخورين جدا بما توصلت له دولتنا في التعليم وخاصة فيما يتعلق بمنصة مدرستي. الآن صار في شوي ازدواجية في حل الأسئلة في حضوريا وعن طريق المنصة. هذا الأمر يبدو أنه أتعب الأهالي وأولياء الأمور. هل يوجد تغير أو نبقى على نفس النظام؟ طيب، طبعا أنا يمكن ذكرت في المقدمة حديثي على موضوع التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية لوزارة التعليم للتحول الرقمي. الهدف منه هو تحسين الخدمات للطالب والطالبة وأسرهم والمعلم والمعلمة. كذلك نعمل الآن مع الحكومة الرقمية على أن تكون هناك توحيد البوابات للوزارة بحيث تكون فقط نظام واحد وبواب واحدة، وأنا متأكد بمشيئة الله حتحسن الخدمة للمستفيد إن شاء الله. تفضل يا سمو. السلام عليكم. وعليكم السلام. موسى الموسى، مجموعة روتانا. سؤالي لك مع الوزير عن ربط إدارات التعليم في المحافظات بالمناطق، ما الهدف من هذا القرار؟ طبعا يا أخي الكريم موسى، الهدف من هذا القرار هو التحول الاستراتيجي لوزارة التعليم بحيث تكون الوزارة مشرعا وداعما ومنظما للعملية التعليمية وإسناد جميع الأعمال التشغيلية لشركة تطوير. طبعا الهدف من هذا التحول هو التفرغ للعمل التربوي والتعليمي وإسناد جميع هذه الأعمال إلى المتخصصين، وأنا متأكد كذلك ليس فقط بيعزز الجودة والكفاءة ولكن كذلك بيعزز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات لقطاع التعليم. لذلك عملنا على إعادة هيكلة إدارات التعليم وتقليص عددها إلى 16 بدل 47، والدفع بهم بمشيئة الله أن يكونوا فعلا تركيزهم على العمل التربوي والتعليمي، وأنا متأكد وأطمح إن شاء الله أن يلمس الأثر أبنائي الطلبة والطالبات وزملائي يعني المعلمين والمعلمات، لأنهم هم حقيقة محور اهتمامنا، والعمل على هذا الهيكلة هو إعطائهم الفرصة بمشيئة الله أن يستفيدون من البرامج التطويرية اللي تسعى لها الوزارة لتحسين العملية التعليمية والتربوية إن شاء الله. تفضل يا سمك.
السلام عليكم معالي الوزير. أحمد الغامدي قناة الشرق للأخبار. تحدثت عن تبني الوزارة لصندوق اجتماعي لمنسوبية التعليم، تفاصيل أكثر عن هذا الصندوق وماذا ينتظر المعلمون منه؟ طبعا الصندوق هو كيان غير ربحي ويعمل بمشاكل بشكل مستدام، وهو حاضنة للتكامل المجتمعي. طبعا هذا الصندوق حيركز بمشيئة الله على الأعمال الاجتماعية والإنسانية، ونهدف طبعا من هذا الصندوق هو تعزيز روح التعاون البناء والتكامل ما بين منسوبي الوزارة. وقريبا بمشيئة الله سوف يتم يعني الإعلان عن تحديد منتجاته وبرامجه، ويعلن عنها بمشيئة الله بالتفاصيل، ولكن هو يعني برنامج مجتمعي يمثل عمق رؤية المملكة 2030 وتحفيز العمل التطوعي والاجتماعي. وإن شاء الله يعني منسوبي وزارة التعليم حيشوفون البرنامج هذا حضيف إن شاء الله، هم منهم وإليهم، وهم والله الحمد يعني أهل عمل خيري وتطوعي، والآن كثير من الأعمال الخيرية والتطوعية في الميدان، ولكن هذا العمل إن شاء الله حيكون أكثر تنظيما ويساعد بمشيئة الله لتعزيز روح التعاون والتكامل ما بين منسوبي وزارة التعليم. تفضل يا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد العتيبي، جريدة وكاظ. يشكو معلمي ومعلمات القطاع الخاص من ضعف الرواتب التي تصل إلى 3000 ريال، وكذلك من قضايا إنهاء العقود، مما يعني انعدام الأمان الوظيفي. سؤالي معاليكم، لماذا لا تتدخل وزارة التعليم في مسألة رفع جور المعلمين وحمايتهم من تعسف بعض مدارس القطاع الخاص؟ وشكرا. طيب أنا أعتقد أن الحكومة ولله الحمد ممثلة في وزارة الموارد البشرية حريصة كل الحرص على تعزيز هذا الموضوع، وأعتقد هناك برامج كثيرة جدا تسعى لمعالجة هذه المواضيع. بالنسبة لنا في وزارة التعليم، أعتقد أنه تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه، وكذلك إعطاء فرصة أن يكون هناك كثير من النمو في هذا القطاع، مما يساعد على خلق إن شاء الله وظائف مستقبلية لبنائنا وبناتنا بمشيئة الله. تفضل السؤال الأخير يمكن. السلام عليكم. وعليكم السلام. سليمان العنزي، أخبار 24. الله. معالي الوزير، هناك تساؤلات عن نصيب غير التربويين في الوظائف التعليمية مع وجود الأفضلية للتربويين. السؤال الآخر، نعود لملف التخصيص. السؤال الأول وش طول عمر؟ هناك تساؤلات عن نصيب غير التربويين في الوظائف التعليمية مع وجود الأفضلية للتربويين. السؤال الآخر، نعود إلى ملف التخصيص، خصوصا يعني الملف غير واضح للكثيرين، خصوصا بعد إلقاء مشروع المدارس المستقلة. نعم. فممكن توضح لنا أكثر هذا الملف مسجدات فيه؟ إن شاء الله. أولا بالنسبة لل يعني المفاضلة للتربويين، أهم حاجة هو احتياج العملية التعليمية والتخصصات، هذا أعتقد مهم جدا بالنسبة لنا. أما ما يخص للاستثمار والقطاع الخاص، طبعا هذا الموضوع مهم جدا، والقطاع الخاص حيكون له دور مكمل كما ذكرت سابقا في مع الحكومة، وهم مكملين لبعض في هذا المجال من ضمن هذا التخصيص. طبعا الهدف منه هو حقيقة يعني زيادة الإنتاجية وزيادة فرص هذا القطاع الخاص في منظومة التعليم، مما سوف يعزز بمشيئة الله يعني الإثراء في العملية التعليمية والتنوع. ومهم جدا بالنسبة لنا احنا الآن دور القطاع الخاص ليس أن يكون كما هو الحال في القطاع العام، ولكن مكمل له بمشيئة الله. كذلك ذكرت سابقا رؤية المملكة 2030 حرصت على أن يكون هنالك تكامل ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، وتخصيص بعض القطاعات الحكومية ووزارة التعليم أحدى بعض يعني أجزاءها، هو الهدف منه زيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين بمشيئة الله. طيب أنا في الأعتقد أشكركم حقيقة جزيل الشكر، وفي الختام أشكر زميلي معالي وزير الإعلام على الدعم، وبالإضافة لدي ثلاث رسائل أختم بها. الرسالة الأولى لأبنائي وبناتي الطلبة، أقول لهم رؤية سيدي ولي العهد هي منكم وإليكم وأنتم مستقبلها. الرسالة الأخرى
لزملائي وزميلاتي المعلمين، أنتم أساس العملية التعليمية. والرسالة الثالثة لأولياء الأمور، أبنائي وأبناؤكم هم أبناء وزارة التعليم، وأتمنى أن يكون لكم دور فاعل في تحقيق طموحاتكم لأبنائكم، ونحن داعمين لكم بمشيئة الله، وهو عمل تكاملي ما بين الطالب والمعلم والأسرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مشاهدينا الكرام، كنا في نقل مباشر للمؤتمر الصحفي الحكومي بمشاركة وزير التعليم يوسف البنيان، ولعلي أذكر هنا ما ذكره معالي الوزير في هذا المؤتمر، حيث تحدث عن العمل على تعزيز دور المعلم في خلق برامج تطويرية. أيضا ذكر معالي الوزير الانتهاء من 70,000 مبنى تعليمي، وأيضا هناك استحداث لصندوق اجتماعي لمنسوبي التعليم، وكذلك الاستمرار في تطوير ركائز التعليم. أما عن الفصول الدراسية الثلاثة فهي تحت التقييم والدراسة. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه النشرة هذا تذكير لأبرز ما جاء فيها. وزارة الطاقة تعلن استمرار الخفض الطوعي للمملكة بمليون برميل يوميا من بداية نوفمبر إلى نهاية ديسمبر 2023. خلال المؤتمر الحكومي للتعليم، وزير التعليم يؤكد العمل على تعزيز دور المعلمين والمعلمات في خلق برامج تطويرية. برعاية خادم الحرمين الشريفين، انطلاق أعمال القمة الاستراتيجية للبريد. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.